وصلت العائلات الموسم الخامس ومباراة قوية جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. عائلة طه سيوف اسكندرية 90، عائلة علي كيت كات الجيزة 80. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. أشرف ويحيى، يحيى وأشرف. يحيى هتبتدي الأول وأشرف هتروح تهدي أعصابك وتسمع أغنية. مش عارف أغنية تهدي الأعصاب ولا تبوظ الأعصاب، مش عارف. متعبين، سليم ده متعب، بيحط أغاني وحشة. اتفضل مكاني. يحيى، مين اللي ضربك على تحت الضغط؟ كلهم. كله؟ كله. مين أكتر واحد ضربك؟ آسر؟ آسر وبابا. زعلان أنت من مامتك؟ أنا في مشكلة مع ماما. لا والله، ما كانت بتدربني. نطمن على أشرف؟ تمام. جاهز يا يحيى؟ إن شاء الله. شد حيلك. حاضر. كلنا نحيي يحيى. تحت الضغط. كاونتر. ما هي عاصمة دولة السعودية؟ رياض. صح. فنانة قامت بدور نجيبة في فيلم الثلاثة يشتغلونها، فمن هي؟ ما هي العملة الرسمية لدولة كندا؟ دولار. صح. في أي دولة عربية تقع مدينة غزة؟ قدس. فلسطين. غلط. ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ مشتري. صح. سلامات أغنية الفنانة اللبنانية معاصرة، فمن هي؟ باص. عن أي دولة أوروبية استقلت الهند عام 1947؟ إيطاليا. غلط. أديب مصري راح المؤلف رواية بين القصرين، فمن هو؟ نجيب محفوظ. صح. كم عدد ألوان علم دولة إيطاليا؟ ثلاثة. صح. نور الشربيني هي بطلة مصرية عالمية. صح. برافو عليك، 6 إجابات صح من 10. برافو عليك، برافو عليك. شايف؟ سليم، عايزين أشرف ينضم لينا. هنشوف أشرف هيعمل إيه. أنت كده بقى حطيت أشرف في كورنر. اتفضل يحيى، عايز تعرف جاوب على كام سؤال صح؟ لا، بس هو تعلق. بسم الله ما شاء الله. عايز الإجابات بصوت واضح إن شاء الله. الأسئلة طبعاً مش صعبة إن شاء الله خير، علشان إحنا عارفين إن يحيى هينزل في تحت الضغط. إن شاء الله خير. تحت الضغط. كاونتر. ما هي عاصمة دولة السعودية؟ الرياض. صح. فنانة قامت بدور نجيبة في فيلم الثلاثة يشتغلونها، فمن هي؟ باص. ما هي العملة الرسمية دولة كندا؟ دولار. صح. في أي دولة عربية تقع مدينة غزة؟ فلسطين. صح. ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ مشتري. صح. سلامات هي أغنية الفنانة اللبنانية معاصرة، فمن هي؟ باص. عن أي دولة أوروبية استقلت الهند عام 1947؟ فرنسا. غلط. أديب مصري راح المؤلف رواية بين القصرين، ومن هو؟ نجيب محفوظ. صح. كم عدد ألوان علم دولة إيطاليا؟ ثلاثة. صح. نور الشربيني يا بطلة مصرية عالمية بإحدى الرياضات، سكواش. صح. تمام تمام، اتفضل. 7 إجابات صح من 10، ويحيى 6 إجابات صح من 10. برافو عليك يا يحيى. برافو عليك. طبعا يعني برضو أشرف عداك بسؤال واحد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والسؤال ده انت كنت عارفه. أيوة كمان. أنا عارف. انت قلت القدس وبعدين فلسطين. للأسف الشديد احنا بناخد ايه؟ الإجابة الأولى. صح. ولكن لو كنت قلت فلسطين كنت اتعادلت. الحمد لله. فبرافو عليك. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. فنانة قامت بدور نجيبة ياسمين عبد العزيز في الثلاثة يشتغلونها، هي طبعا ياسمين عبد العزيز، وده سؤال سهل لأن الفيلم ده كمان دمه خفيف الحقيقة. السؤال السادس، سلامات لمين؟ نانسي عجرم. السؤال السابع، استقلت الهند عن بريطانيا. بريطانيا، مش إيطاليا ولا فرنسا. الهند كان اسمها إيه؟ درة التاج البريطاني. كل الأسئلة بعد كده تجاوبت. كلنا نحيي أشرف ويحيى، يحيى وأشرف. تفضل. النتيجة اتغيرت. أشرف كنتوا كام؟ 80. 80.
وسبع اجابات صح يبقى كده 100 وعشر نقط هدية 125 بقيتوا 125. يحيى كنتوا كام؟ كنا 90 90 وست إجابات صح بقيتوا كام؟ 120. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء، ضربات الجزاء 25 نقطة لعيلة واحدة بس، وأول اتنين حسام ويحيى، يحيى وحسام. السؤال الأول جغرافيا، في أي قارة تقع مستنقعات إبارة مساحتها 12,000 كيلومتر مربع معناها المياه المتلألئة؟ يحيى إجابتك. أفريقيا. أفريقيا إجابة خاطئة. من أكبر خزانات المياه الجوفية، فيها 30,000 كيلومتر مكعب من المياه العذبة. حسام إجابتك. آسيا. آسيا إجابة خاطئة. أمريكا الجنوبية. أيوة أمريكا الجنوبية يحيى صح. في الأرجنتين. السؤال الثاني، أيمن ومصطفى، مصطفى وأيمن. السؤال الثاني، حل المسألة الآتية، 14 في 4 زائد 6 في 12 يساوي كام؟ 14 في 4 138. 138 إجابة خاطئة. أيمن 128. 128 هارد لك، إجابة صحيحة. فرقت الحمد لله. في 10 أرقام فرق ما بين 138 و 128. أيمن الهدف الأول. مدام أمال إزاي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك هتكتبي ومدام مي هتكتب. هنسأل عن آسر وعن أشرف، عشان كده أنا عايز أشرف وآسر جنب. أنا مش عايز منك ورقة وقلم خالص، انا عايزكم تيجوا جنبي عشان انتوا هتحكولي. جاهزه مدام امال؟ جاهزه. جاهزه مدام معي؟ ان شاء الله. السؤال الثاني، معلومات عائليه، ايه اكتر حاجه اشرف واسر بيخافوا منها، عندهم فوبيا منها؟ حاجة عندهم فوبيا منها هي ايه؟ كتبت يا مدام امال؟ تمام، انا جاي ياخد الاجابة حالا. شكرا. ان شاء الله تكون صح. ربنا سهل. في حرف جر بس مني هنا. بس خلاص. انا معايا الورقة. وهعرف اقرا خطك. بس عمالة تكتبي ليحيى وتكتبي لآسر. اشرف، ايه اكتر حاجة عندك فوبيا منها؟ انا اكتر حاجة، انت كل ده بتفكر الفراق. الفراق. عندك فوبيا من الفراق. ما اقدرش الومك، بالعكس اجابتك قوية جدا جدا فعلا. مفيش اصعب من الفراق، ان الواحد يبقى خايف على فراق حبايبه، دي فعلا ممكن تبقى فوبيا، ما اقدرش الومك. بس مامتك راحت لمكان تاني، مامتك راحت لحاجه انا كمان عندي فوبيا منها، الحشرات. يعني لو شفت الصرصار اطلع اجري. كده ما عندناش هدف، فرصه التعادل. ايه رايك؟ ما اعرفش. كلاب ممكن. الكلاب ما اعرفش. مامتك رايها حاجه تانيه، مامتك رايها الأماكن المرتفعة. هما دول أكتر حاجتين يعني. بس أنت قلت الكلاب الأول. للأسف الشديد مش هقدر أحسب لك هدف. شكرا لأشرف وآسر، آسر وأشرف. ارجعوا بقى مكانكم علشان السؤال الأخير. يا إما آسر يتعادل يا أشرف يحرز الهدف التاني بـ25 نقطة.
السؤال اللي جاي سؤال في الرياضة. السؤال الرابع الرياضة، من هو أكثر المدربين المصريين حصولا على الدوري المصري لكرة القدم حتى عام 2022؟ كسب الدوري 3 مرات، آسر حسام حسن. حسام حسن ما كسبش الدوري ولا مرة كمدرب. آسر إجابة خاطئة. سؤال سهل جدا، أكيد يحيى عنده الإجابة. أشرف عندك إجابة؟ حسام البدري. هو حسام البدري طبعا، طبعا مع النادي الأهلي كسب الدوري 3 مرات. أشرف الهدف الثاني. حظك يا آسف. إزاي فلتت منك دي يا آسف؟ حسام البدري مع الأهلي 3 مرات. 25 نقطة لعيلة علي، 150 عيلة علي، 120 عيلة طه. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 100 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب1000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 270,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. هذا البرنامج برعاية